بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. نستكمل مع بعض شرح محتوى مادة الداتابيز مانجمنت سيستم للترم ده إن شاء الله. معكم باشمهندس عبد المنعم علاء، خريج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة منحة. نستكمل من نفس الكتاب Fundamental of Database Systems. هننتقل إن شاء الله مع بعض لشابتر 18 بعنوان الاندكسنج ستراكشر فور فايلز. هنبدأ هنا نتكلم عن ايه هو الاندكس، ايه انواع الاندكس، وايه اهمية وفايدة الاندكس، وبيفيدنا ازاي في التعامل مع الفايلات. هنبدأ اول حاجة هنا بيكلمك عن الاندكس as access path. ازاي الاندكس بالنسبة لي هو access path ليا، او ازاي هو بيوصلني للفايل بتاعي. اول حاجة بيقولك ان هو auxiliary file في او فايل اضافي عندك بتبدأ تستخدمه، بيخلي لك more efficient انك تسيرش فور ريكورد معين. يبقى الاندكس بتاعي اهميته عندي او استخدامه عندي ان هو اوكسيلري فايل، فايل اضافي انا اللي ببدا اضيفه عندي، بيخلي عندي عمليه السيرش مور افيشنت انك تلاقي ريكورد معين في الداتا بتاعتك. بيقول لك اول حاجه ان الاندكس ده غالبا غالبا بيعتمد على فيلد معين. غالبا الفيلد ده بيبقى البرايمري كي بتاع الداتابيز او بتاع الجدول اللي انا بتكلم فيه. بيقول لك الفورم او من اشكال الفورم بتاع الاندكس هو بيبقى الفايل اوف انتريز اللي هو الفيلد فاليو بتاعتي، وبعدين بوينتر تو ريكورد. طب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ببساطه هو انا باجي اعمل جدول عادي في الداتابيز عندي بيبقى بالشكل ده كده. الجدول ده مقسم لقسمين، الاولاني بنسميه الفيلد فاليو او القيمه اللي بتطاف عندي، التاني واحد اسمه البوينتر. والله الريكورد اللي هو واحد، والله ده في بلوك خمسه مثلا، الريكورد اللي هو سته روح دور عليه مثلا في بلوك 3، الريكورد اللي هو مثلا قيمته 10 روح دور عليه في بلوك مثلا 15، وهكذا. ده بشكل مبسط. يبقى هو اول حاجه الفورم بتاعه او الشكل بتاعه بيتكون اول حاجه عندي من الفيلد فاليو، ودي القيمه اللي هنا. تاني حاجه بوينتر تو ريكورد اللي هو البوينتر بتاعك ده، والله الريكورد ده البوينتر بتاعه هتلاقيه في بلوك رقم كذا. هو بيسمى اكسس باس لان هو بيوديك على الفيلد اللي انت عاوزه. يبقى الاندكس از كولد ان اكسس باس اون ذا فيلد، بيوديك على المكان اللي انت عاوزه. طيب بعد كده بيقول لك ان الاندكس فايل يوجوالي اكيوبس كونسيدرابل ليس ديسك بلوك ذان ذا داتا فايل بيكوز انتاير ار ماتش سمولر. بيقول لك بعد كده ان الديسك بتاعك بياخد مساحه على الديسك اقل بكتير من الداتا بتاخدها. طب ليه؟ لان هو بيعتمد على انتريز او بيعتمد على داتا جواه، الداتا دي اقل او سمولر، ماتش سمولر اصغر. لما انت في اغلب الانواع ما بتضيفش كل الريكوردز عندك في الديسك، انت بتضيف حاجه اسمها البدايه بتاعك او الانكر بتاعك، وهنعرفك قدام يعني الانكر ده. طيب مع الاندكس انت بتبدا تستخدم سيرش اسمه الباينري سيرش، الجوريزم للسيرش اسمه الباينري سيرش، اللي هو بيبدأ كل مرة يقسم المحتوى اللي انت بتدور فيه للنص تقريبا، وهكذا طول ما انت ماشي. بيقول لك الاندكسس ممكن تقسمها لنوعين، نوع عندنا اسمه الدنس وروح عندنا اسمه السبورس. اول حاجة الاندكس بيقول لك ان كل سيرش كي فاليو ليها اندكس انتري، بمعنى كل رو او كل ريكورد هتلاقي له مكان في الاندكس. طب ممكن واحد يسأل طب انا كده وفرت ايه او عملت ايه لما كل الريكوردز اللي عندي خدتها حطيتها في جدول جديد؟ اما نيجي نتكلم عن النوع ده قدام هنبدأ نشوف ايه الفرق وايه اللي ضاف لي هنا. طيب لا، النوع ده بيقول لك مش كله بيتضاف في الجدول، يعني مش كل الانواع او مش كل الريكوردز بيتم اضافتها في الجدول عندي في الاندكس. طب ايه اللي بيتضاف؟ صم بس، بعض منهم من الفاليوز دي بتبدا تضاف. يبقى انا عندي نوعين، عندي نوع اسمه الدنس وده كل ريكورد، يبقى عندي كل ريكورد هلاقي قصاده في الجدول بتاع الاندكسز هلاقي له رو عندي او هلاقي له مكان. طب عندي النوع الثاني، عندي نوع اسمه السبارس. لا، السبارس ده سام ريكوردز بس، بعض من الريكورد هي بس اللي بيتم اضافه لها ايه؟ اضافه لها مكان، يعني مش كل الريكورد، لا بعض من الريكوردز دي بس. يبقى ده الفرق ما بين الدنس وما بين السبارس عندي. طيب هنا بقى هيبدأ يكلمك على مسألة يحاول يوريك الفرق رياضيًا ما بين التعامل بالإندكس وما بين فرق التعامل من غير الإندكس، وإزاي الوقت بيفرق وإزاي عدد البلوكس اللي أنت بتأكسسها بيبقى أقل وكده. أول حاجة بيقول لك تخيل إنك أنت معاك الـ MD بلونين اللي هو SSM الرقم القومي بتاعه والأدرس وهكذا يعني. بس فدي شكل قاعد البيانات عندك. هيبدا بقى يديك معلومات عن قواعد البيانات ده، بيقول لك والله كل ريكورد سايز يعني كل شخص من دول
مكتوب له بيانات حجمها 150 بايت، يبقى كل ريكورد سايز عندي حجمه 150 بايت. البلوك سايز مساحة البلوك الواحدة 512 بايت. طيب اخر حاجة بيقول لك ايه؟ اخر حاجة بيقول لك ان الار 3000 او 30000 ريكورد. طيب يبقى انا معايا 30000 ريكورد، كل ريكورد مساحته 150 بايت، وعندي بلوك كل بلوك مساحته 512. البلوكات عددها انا اللي بحدده بناء على شويه عمليات حسابيه، بشوف كام بلوك انا محتاج وكم بلوك هيبدا يفيد عندي. طيب اول حاجه محتاج اعرف كل بلوك بياخد عندي كام ريكورد. بحتاج احسب حاجه لو انتم فاكرين من المحاضره اللي فاتت اسمها البلوكينج فاكتور، اللي هو ببدا اقسم البي، البي هنا اللي هو عدد الريكورد او مساحه البلوك، يبقى هنا ببدا اقسم البلوك مساحته دي، ابدا اقسمها على الريكورد سايز على مساحه الريكورد، فاشوف كل بلوك هيقدر يشيل جواه كام ريكورد. طب وهنا بعمل حاجه مهمه جدا، بعمل حاجه اسمها الفلور. يعني ايه الفلور هنا؟ يعني والله قسمت ولقيت طالع لي 3 ونص، 3 و6، 3 و7، لا الكلام ده كله ما يهمنيش، يعني 3 ونص، 3 و6، 3 و7، ايا يكن الرقم ده، لا ده على طول بنزله للرقم الصحيح الاقل، يعني كل ده يروح للثلاثه، حتى لو دي 3 و9. طالما ما جابش معايا رقم انتجر كامل ما يروحش. يعني مثلا لو قسمنا ال 512 على 150 هنلاقي هنا بيطلع لك 3، هي مش 3 بالظبط، هي 3 وشويه، لان ال 450 على 150 هتلاقي 3 فت، ففي هنا شويه زياده، فهي حوالي 3 و3 من 10. الشويه الزياده هو رماهم تلقائي، عمل عمليه الفلور. يبقى اول حاجه بجيب البلوك سايز عندي اقسمه على الريكورد عشان اشوف كل بلوك هيشيل جواه كام ريكورد صحيح، ودي اسمها البلوكينج فاكتور. طيب بعد ما جبنا العمليه دي محتاج بقى اعرف عدد البلوكات اللي انا محتاجها. طب ودي اعرفها ازاي؟ كده انا عرفت ان كل بلوك بيشيل عندي عدد كذا من الريكورد، بيشيل عندي 3 ريكورد، فانا عندي العدد الريكوردز 30000 ريكورد. اما اجي اقسم ال 30000 ده على 3 فعرفت ان كل بلوك بيشيل 3، فيطلع عندي 10000. طب نفترض ان الرقم ده ما طلعش رقم صحيح، طلع مثلا عندي 10000 ونص، لا في الحاله دي انا بعمل عكس فوق، يعني بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها السيل، دي فلور يبقى بنزل تحت. نفترض ان هو طلع لي 10002 من 10، تبقى 10001، ما بعتمدش حاجه بعد الفاصله، بقوم جاي رافعها للرقم الاعلى على طول. طيب كده انا عرفت عدد البلوكس عندي اللي انا محتاجها، عدد الريكوردز مساحه كل واحد، كل المعلومات بقت عندي. بدات اول حاجه بقى محتاج اعرفها الاندكس، بقى شويه معلومات عن الاندكس. بيقول لك والله كل الفيلدز بتاعتي مثلا فيلد الاس اس ام 9 بايت. ليه بقى فيلد الاس اس ام؟ لان الاس اس ام ده هو البرايمري كي عندي. ليه هو نستخدم الاس اس ام؟ لان الاس اس ام هنا البرايمري كي، احنا قلنا بنعتمد على كي فاليو، الفاليو دي ما تبقاش متكرره وفي نفس الوقت تبقى برايمري غالبا كده، فالبرايمري هنا هو الاس اس ام، مفيش رقم قومي لحد بيتكرر. فيبقى انا هكون الاندكس بتاعي اول حاجه من الاس اس ام، ودي الفاليو اللي انا هعملها لما جينا قسمناها هنا الاثنين وقلنا فاليو، فهنا الفاليو عندي هتبقى الاس اس ام، وتاني حاجه البوينتر. فبيقول لك مساحه الفاليو دي 9 بايت وكل بوينتر بياخد 7، يبقى كده مساحه الرو او مساحه الريكورد هنا 16 بايت. تلقائيا هتاخد بالك ان انا الجدول ده مساحته اقل بكتير من ده، لان كل ريكورد هنا 150، هنا المساحه عندي نزلت ل 16 بايت بس. طيب كده بعد كده هنمشي نفس الخطوات بالظبط اللي احنا عملناها. اول حاجه ابدا اجيب عدد البلوكينج فاكتور، كده كل بلوك هيشيل جواه كام ريكورد من الاندكس. بعد كده ابدا اجيب عدد البلوكس اللي انا محتاجها، وبعد كده بقى اقدر اطبق الباينري سيرش والكلام ده كله على الكلام اللي انا فيه. يبقى اول حاجه خالص هبدا كده، انا عرفت السايز بتاعي كام، 16، جمعت الفاليو بتاعتي اللي انا بستخدمها اللي هي الاس اس ام، وبدات اجمع معاها البوينتر مساحته كام اللي هو 7، فلقيت 9 و7 16، يبقى انا الريكورد سايز عندي في الاندكس 16. طيب بعد كده هبدا اقسم بقى حجم البلوك اللي هو 512 اللي هو مدولي في السؤال على 16، يبقى 512 على 16 واخد لهم الفلور زي ما قلنا فوق، هيطلع معايا 32 بلوك، يبقى 32 ريكورد جوه كل بلوك، يبقى كل بلوك عندي بيحتوي جواه على 32 ريكورد. طب ايه هو عدد الريكوردز اللي عندي؟ احنا هنا هنقول مثلا ان كل ريكورد في الاصلي انا بعمل له مكان هنا في الاندكس فايل، يبقى كده هبدا اقسم ال 30000 اللي طلعت على اللي هي عدد الريكوردز على 32 اللي هو العدد اللي بيشيله كل بلوك، يبقى انا قلت ان كل بلوك جواه 32 ريكورد.
طيب عندي كام ريكورد؟ عندي 30,000، هبدأ أقسم ال 30,000 على 32 دي، يطلع لي 938 بلوك. يبقى كده أنا عرفت إن هنا 938، هنا 10,000، فرق كبير لو تاخد بالك. فلو جينا نطبق الباينري سيرش، هنبدأ نطبق الباينري سيرش. طب ابدأ طبق لي الباينري سيرش على 938 ريكورد دول، هتلاقي إنك محتاج تأكسس 10 قيم بس. يبقى أنت عشان تجيب ريكورد معين او توصل لحاجه معينه بالطريقه دي باستخدام الاندكس، انت محتاج تاكسس 10 بلوك فقط. طب لا، لو انت مثلا تيجي تقارن الطريقه دي بحاجه زي مثلا زي الايه؟ زي اللينير سيرش. طب ايه هو اللينير سيرش؟ قلنا المحاضره اللي فاتت بتفضل تمشي 1 باي 1، ريكورد باي ريكورد، تدور تشوف هل هو الريكورد بتاعك ولا لا، وهكذا طول ما انت ماشي. هتلاقي نفسك قسمت ال 30,000 على 2، لان القانون بتاعه كان بيه على 2، ف 30,000 على 2 فيها 15,000 بلوك. يعني بدل ما تاكسس 10 بلوكات بس، لا انت عملت اكسس ل 15,000 بلوك. طيب لو جينا نقول مثلا ان احنا هنطبق الباينري سيرش مثلا، فلو طبقت الباينري سيرش عندي على ال 30,000 برضو، هتلاقي انك بتطبق او بتزور 15 بلوك، بتاكسس 15 بلوك. طبعا البلوك الواحد بيفرق عندي في الداتابيز وفي الاوبتمايزيشن وفي المانجمنت والكلام ده كله، فان انا اقلل من 15 ل 10 ده بالنسبه لي رقم كبير. وبالمناسبه يعني ده مثال بسيط، لو عدد الريكوردز اكتر والبلوكس اكتر والكلام ده كله، هتلاقي انك بتقلل اكتر من كده بكتير. بعد ما اكلمك بقى عن الاندكس واعرفك يعني ايه اندكس وايه اهميته، ووراك مساله وشفنا الفرق مع بعض وعدد البلوكات الاقل اللي انا باكسسها عن طريق الاندكس، هيبدا بعد كده يكلمك عن التايبس بتاع الاندكس. هو هنا دخل مباشره بيقول لك ان عندك حاجه اسمها سنجل ليفل اندكس. يبقى اول حاجه معلومه نقولها قبل ما نكمل مع بعض، ان في حاجه عندي اسمها سنجل ليفل اندكس، وحاجه عندي اسمها مالتي ليفل اندكس. طب احنا هنتكلم عن ايه؟ احنا هنتكلم عن الاثنين، وهنتكلم عن انواع جوه الاثنين. يبقى اول حاجه لما اتكلم عن السنجل ليفل اندكس، اول نوع بيقابلني منه هو البرايمري اندكس. يبقى انا محتاج اول حاجه افهم ان جوه السنجل ليفل في كذا نوع، اولهم البرايمري اندكس. طب يعني ايه برايمري اندكس وبيشتغل ازاي ومحتاج الداتا عنده تبقى شكلها عامله ازاي؟ اول حاجه هو بيشتغل على الاوردرد داتا، يبقى اول حاجه لازم الداتا اللي داخله له تبقى مرتبه. طب غير كده لازم يبقى عنده كي فيلد، حاجه ما بتتكررش زي الاس اس ان. يبقى لو بنتكلم على البرايمري فهو اقرب للمساله اللي احنا لسه شايفينها. يبقى هو اوردر داتا دي اول حاجه، الداتا مترتبه. تاني حاجه هو لازم يبقى عنده كي فيلد، كي ما بيتكررش هو هيبدا يشتغل عليه. اول حاجه الاندكس بيعمل ايه؟ الاندكس بياخد حاجه اسمها الانتري فور ايتش بلوك. يبقى انا عندي 5 بلوكس مثلا، كل بلوك مثلا جواه 1 2 3 4 5 ريكورد، هو هيعمل اندكسز الاندكس ده بعدد البلوكس. يعني هنا الفاليو والكي، والله عندي هنا الفاليو وهنا الكي مثلا، او هنا البوينتر، عندي 5 بلوك، يبقى ادي 1 2 3 4 5، يبقى عندي 5 اماكن. هنا الفاليو بتاع اول بوينتر، او هنا مثلا 5، وهنا بقول له انت دي بتشاور على البلوك الاولاني. طب لا، اللي بعد كده نقول مثلا هنا من 10، وهنا اقول له مثلا انت بتشاور على الايه؟ على البلوك الثاني. لو قلنا ان كل بلوك فيه ايه؟ فيه 5، يبقى هو من عند ال10 بيشاور على الايه؟ على البلوك الثاني، وهكذا وانت ماشي. يبقى هو بيشاور على الايه؟ على البلوك الثاني. دي اول حاجه. واول ريكورد ده اسمه البلوك انكر. اول ريكورد ده اللي هو الفيرست ريكورد اللي انت بتشاور عليه في البلوك بنسميه عندنا البلوك انكر. ونفس الفكره، ممكن ما استخدمش اول ريكورد، ممكن استخدم برضو الايه؟ اللاست ريكورد عندي. طيب هل البرايمري اندكس اسمه نوعه سبارس ولا نوعه دنس؟ قلنا الدنس كل الريكوردز عندي بتظهر عندي في الاندكس. طب السبارس لا، صم منها. طب هل هنا كله بيظهر؟ لا، هنا مش كله بيظهر، هنا بيظهر عندي بس اول ريكورد من البلوك. يبقى انا اول ريكورد بس اللي هو الانتري فور اتش ديسك بلوك، يبقى البدايه او المدخل بتاع كل ديسك بلوك هو اللي بيظهر معايا بس. يبقى بالتالي نوعه سبارس. ليه نوعه سبارس؟ لان مش كل البلوكات، او مش كل الريكوردز اسف، مش كل الريكوردز بتظهر عندي، بس الريكورد اللي بيعرفك او اللي بيدخلك على البلوك اللي هو الانتري بتاع البلوك ده.